مشاهدنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، نلتقي ونرتقي عبر هذه الظلال الوريفة اليوم الأحد، ونبتدر هذا الأسبوع بمجموعة من الفقرات المختلفة اللي احنا من دائما بنقدم فيها الفائدة والمعلومة لكل المجتمعات السودانية ولكل الفئات والشرائح المختلفة في سوداننا الحبيب. أهلا بكم، تحيتي وفريق العمل في هذا اللقاء على الهواء مباشرة. وزي ما تحدثت، مجموعة من الفقرات والمواضيع تحديدا ندلف بها من خلال هذه الإطلالة وهذا التلاقي عبر هذه الظلال الوريفة. لحن نستريح من خلال ونعود مجددا نبتدر هذه الظلال. بطبعك حال يوم ما بتنزل، بطبعك حال قلبك مشغول مليان أسرار، قلبك مشغول مليان أسرار، تسحرني وبقول أهواك يا يار. قربك لكن محتار، داير قربك لكن محتار، لما أصافيك تكويني بينار، لما أصافيك تكويني بينار، وإن خاصمتك بالمل وهزار، وإن عاتبتك بتسوي هزار، كيف أعمل فيك يا أجمل جار؟ لكن محتار، داير قربك لكن محتار، لما أصافيك تكويني بينار، لما أصافيك تكويني بينار، وإن خاصمتك قلبه هزار، إن عادتك بتسوي هزار، كيف أعمل فيك يا أجمل جار؟ صوت علي يا حبيب عيني خلينك حنين، وصوت علي يا حبيب عيني خلينك حنين، ما بترضى لي طول الليالي سهد الحنين، ما بترضى لي طول الليالي سهد الحنين، وصوت علي يا حبيب عيني وصوك عليا يا حبيب عينيا كلمتك حنين، ما افترض ليا طول الليالي سهد الحنين، بخيال جبال بشوب بالحيل لحظات سرور، بخيال جبال بشوب بالحيل لحظات سرور، كم ضمان ليل زي سواد عينيك كل نور، كم ضمان ليه زي سواد عينيك كل نور، ضمان ليه زي سواد عينيك كل نور، وانا ليه احتار بين الاسرار، وانا ليه احتار بين الاسرار، وصوني أحب لسابع جار وانت أول جار، وصوني أحب لسابع جار